السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي نتلاقوا معنا اليوم كما العديد من المرات في هذا الفيديو اللي نتمنى ان شاء الله يكون قصير جدا، واخا صعيب باش نوعدكم انه غادي يكون قصير. وكما وعدناكم اننا في وقت سابق اننا غادي نفضحوا كل من سولت له نفسه انه غادي يمس الشرف وكرامه الريفيين ولا يحتقرهم، سواء كان سياسي، مسؤول امني، مخبر، عامل، قائد، كورونيل، كيفما كان نوعه، كيفما كانت رتبته الأمنية ولا السياسية ولا المسؤولية ديالو اللي يتقلدها داخل بلاد الريف المحتل. بطبيعة الحال إخواني أخواتي، هذا ربما غادي يكون برنامج مازال ما حددناش ليه شي سمية، ولكن غادي نسميوه بطبيعة الحال في قادم الأيام. هذه راه الحلقة الثانية بعد الحلقة الأولى التي كانت بتاريخ 16 يناير الماضي، في واحد الموضوع تناولنا من خلاله واحد طائرة محملة بالكوكايين حطت ضواحي الناظور وبالضبط في منطقة زيو، وعلاقة هذه الطائرة بمسؤولين أمنيين كبار سميناهم بالأسماء ديالهم ونشرنا حتى الصور ديالهم. على سبيل المثال الكوماندار ديال الدرك الملكي بالناظور شاكير، ولا القائد الجهوي للدرك في نفس المدينة والذي يحمل اسم رضوان الهبوب. شخصية اليوم إخواني أخواتي هو المسمى حسن اليوسفي. حسن اليوسفي هو باشا مدينة سلوان. هاد المدينة الغارقة في الفساد، ما كاين حتى شي واحد اللي صالح ونزيه في هذه المدينة، ما كاينش، ما كاين لا صالح ولا نزيه بدون استثناء. كنسطر على كلمة بدون استثناء. مهمة المسؤولين في هذه المدينة هو الاغتناء السريع، وكل مسؤول مغربي كيدخل هذه المدينة الريفية إلا ويصير غنيا بقدرة قادر. ربما غادي سيعتقد البعض أنني أبالغ، ولكن راه ماشي مبالغة. بإمكانكم تحروا في هذا الموضوع، تواصلوا مع العائلات ديالكم ولا الأصدقاء ديالكم ممن يسكنون في هذه المدينة ليثبتون لكم كلامي كلام صحيح 100%. لهذا هذا المسمى حسن اليوسفي باشا سلوان الذي عين في شتنبير 2022، عين باشا على مدينة سلوان، صار يملك أموالا طائلة ويتحكم في كل شيء ويبتز الجميع، مجرم جبار يستقوي على الضعفاء من الريفيين. وقد سبق لمجموعة من المواطنين الريفيين بالمدينة أن اشتكوا من تعسفه وشططه في استعمال السلطة بشكل ظالم. هذا الباشا المسمى حسن اليوسفي تجمعه علاقات كبيرة مع المهربين ديال الكوكايين، مع اللصوص والمجرمين الكبار، تجمعه علاقة كبيرة بمافيا العقار، حيث مدينة سلوان
ربما من أبرز المدن على المستوى ديال الريف اللي فيها بزاف ديال العقار، بناء الشقق بواحد الوتيرة يعني تجعل الناس يطرحون الأسئلة، يعني الديور في سلوان والنواحي بحال كتنبت من الأرض، ماشي كتبنيها من الفوق، كتغيب سيمانة ولا شهر كترجع كتلقى كل شيء تبنى. وهذا المجرم هذا قلت أنه كتجمعوا علاقة كبيرة مع مافيا العقار كيتحكم فيهم زعيمهم، وأنا ربما غادي نسميه برئيس العصابة. هذا الباشا سجله الإجرامي ليس خفيا عن أحد، لكن مع الأسف كما غالبية المسؤولين اللامسؤولين في الريف غالبيتهم عندهم جهات عليا تحميهم من أي متابعة وتتستر على أفعالهم الإجرامية في حق الإنسان الريفي. إذن إخواني أخواتي، نحن أمام شخصية إجرامية مكانه الحقيقي هو السجن مع الأعمال الشاقة. بطبيعة الحال لو كانت هناك دولة كتحترم نفسها، هو فوق القانون، يتحدى الجميع بما فيهم مسؤولين ينتمون إلى نفس الحظيرة، ينتمون إلى جهات أخرى ولا يشتغلون في مجالات أخرى كما حصل ليلة رأس السنة نهاية ديال 2023 ودخول سنة 2024، حيث حسب معلومات توصلت بها قناة الريف تايم فإن هذا الباشا هذا اليوسفي دخل في واحد صراع كبير مع الدرك الملكي في نفس المدينة التي هي مدينة سلوان. علاش؟ ولا ما الذي حصل بتفصيل؟ دار واحد اجتماع بأعوان ديال السلطة ديالو المقدام والقواد والشيوخ الذين هم تحت إمرته، وقال لهم بالحرف الواحد من الفوق خص ما تكونش تما شي علاقة تعاون بين يعني البشوية والدرك الملكي في نفس المدينة، وقال لهم بالحرف اللي بغى شي حاجة خص يعيط لي شخصيا، وما نقبلش أي دركي هو اللي غيتصل بيا، ولكن خص الرئيس ديالهم هو اللي غيتصل بيا. ربما كاينين شي ناس دابا غيقولوا كيف يوبا عارف هاد الشيء، ولا كيف توصلت قناة الريف تايم بهاد المعلومات، ولكن أؤكد لكم أن صفحة ولا قناة الريف تايم لا تنشر أي معلومة ما لم تتأكد منها. لهذا إلى حدود الساعة 7 سنوات وحنا كننشروا المواضيع والمباشرات والتحقيقات، إلى حدود الساعة مازال ما درناش شي خطأ مهني من هذا النوع. ربما ما كناش كنوصلوا إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لأن اللغة التي كنا نتحدث من خلالها هي اللغة الريفية. دابا باش نكبروا شوية القاعدة الجماهيرية قررنا أنه نخوض في مثل هكذا مواضيع بالعربية دارجة ولا لغة لا يهم. لهذا أؤكد للإخوان الذين لا يتقنون الريفية أن قناة الريف تايم هي واحد القناة عندها مصداقية كبيرة جدا وسط الشعب الريفي، وهذه المصداقية إن شاء الله غادي تنتقل حتى إلى الناطقين بالعربية. غادي نكمل لكم الموضوع ما الذي حصل في تلك الليلة، يعني قبل شهر وأسبوع، قبل 5 أسابيع تقريبا. قلت أن الباشا أمر الناس اللي كيشتغلوا تحت إمرته ولا تحت مسؤوليته، قال لهم من الفوق يمنع من عن كليا أنه تكون تمشي شي عمل ولا شي تعاون ولا شي تنسيق مع الجهاز ديال الدرك في مدينة سلوان، وقال لهم بالحرف اللي بغى شي معلومات خصو يتصل بيا أنا، وما نقبلش أي دركي، ولكن خص المسؤول ولا الرئيس هو اللي خص يعيط ليا. هنا كيتطرح واحد السؤال إخواني أخواتي،
هو علاش تصرف الباشا بهذه الطريقه مع واحد الجهاز حتى هو ينتمي الى دوله الاحتلال؟ هادو راه بجوج ينتمون ولا يعني بجوج بهم ينتميان الى دوله الاحتلال المخزني، ولكن علاش هذه الصراع؟ على ماذا؟ شنو وقع؟ غادي نشرح لكم بتفصيل. حيث ليله راس السنه رئيس ديال المركز ديال الدرك بسلوان دار واحد البراج على مقربة من الحي الصناعي بسلوان. البلاصة فين دار هذا الحاجز الأمني ولا البراج كما هو معروف، البلاصة فين دار ولا فين داروا البراج تماك واحد البيسري كيبيع الشراب الخمور بكل أنواعها. وعلى ذكر صاحب هاد البيسري سميتو رضوان، الناس ديال سلوان عارفينو مزيان، وغادي نوقفوا عنده ان شاء الله في وقت قادم. هاد رضوان كيخلص مزيان السيد الباشا. السيد الباشا يتلقى رشاوي كبيره من هذا الشخص المسمى رضوان صاحب البيسري فين كيتباع الخمر بكل انواعه مقابل انه يتستر عليه ويغمض عليه العينين. اذا شنو غادي يوقع في هذا الموقف؟ مادام السيد خلص وفي الاخير جا الدرك داروا له البراج قدام فين كيبيع الشراب، هذا يعني ان هذا البراج سيحرم على رضوان صاحب البيسري زبائن كثر. راه ما كاينش شي واحد غيمشي يشري الشراب وكاين تما الدرك الا ما دفعتيش، دونك بزاف ديال الناس ما مشاوش يشريو. صاحب البيسري لاحظ باللي الزبائن قلال في هذيك الليله، رغم ان هذيك الليله كان كيستنى شي حاجه تكون كبيره بزاف. المهم اتصل بالباشا، احتج عليه حيت اعطاه رشوه كبيره على تلك الليله. الباشا بدوره اتصل بقائد المركز ديال الدرك، قال له عافاك الى ممكن جمع هذاك البراج وجمع الدراري ديالك يمشيو يروحوا ولا بدل لهم البلاصه. القائد ديال الدرك لجودان رفض الامر. علاش؟ حيت هو ما كلاش، عارف باللي الباشا كلا هز الرشوه والى اخره، هو ما هزش يعني خص حتى هو حتى هو يتوصل بالنصيب ديالو. وعلى ذكر هذا القائد ديال هاد السريه، راه هو يلاه جا انتقل من مدينه الناظور، غادي يلاه شهرين هادي فوقاش جا من الناظور، حط رحاله في سلوان باش يمشي يسترزق حتى هو شويه ويدير لاباس. شنو غيوقع هنايا؟ الباشا منين رئيس ديال يعني لجودان ما سمعش الكلامه وما دارش منه، اتصل ب بواحد اتصل بالعماله بهذه العباره. العماله بدورها في شخص الكاتب العام اتصل بهذا لجودان، ولكن لجودان رفض انه يحيد هذاك البراج. علاش؟ حتى لجودان كاينين الناس اللي كبار منه كيحميوه في مقابل انه يتوصل، هذوك الناس اللي كيحميوه حتى هما كيتوصلوا بالنصيب ديالهم ديال الرشوه والفساد الى اخره. اضافه الى الشراب والخمر اللي كيتباع في هذيك البلاصه، راه حتى الكوكايين كيتباع على نطاق واسع تحت مرأى ومسمع من المسؤولين ديال الدوله ديال الاحتلال. وهذوك الناس اللي كيبيعوا الكوكايين غادي نوقفوا عندهم طبيعه الحال، غادي كنستناو المعلومات ديالهم يوصلوا لنا، حيت عارفين بيع الكوكايين في الريف الهدف ديالو هو تدمير الكينونه الريفيه، تدمير الانسان الريفي، تدمير العائله الريفيه، تدمير المجتمع الريفي. لهذا لابد غادي نرجعوا لهذه المواضيع باش نفضحوا هاد الناس بتفصيل مفصل. اذا باش من كما قلت لكم في البدايه بين 10 و 15 ديال الدقائق اعتقد غادي نوقفوا هنايا. هذه راه حلقه اولى من اللي غادي نتناولوا من خلال هذا الشفار، هذا المجرم ديال حسن اليوسفي،
ولكن أعدكم أننا غد سنحط الرحال في مرات عديدة في قادم الأيام إن شاء الله. لهذا باش تكون حلقة قصيرة وتكون الناس عندهم الرغبة باش يتبعوها، حيت بزاف ديال الناس ما كيكونش عندهم الوقت يتابعوا المواضيع اللي كتكون فيها 40 ولا 50 دقيقة. غادي نوقفوا هنايا ونتلقى بكم إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.